now Wissam Al-Suwaid. طويلة في الأمام والمحاولة ياسين البخيتري بدل الخراشي وهدف التعادل، هدف التعادل للفيصلي، هدف في الدقيقة 22 بدر الخراشي يحصل على هذا الهدف، وهنا يشير بإشارة المولود ويذكرنا ببيتو، بيبيتو عام 94. هنا هدف، هدف أول للفيصلي في الدقيقة 22 بعد كرة، وبعد كما ذكرت الفيصلي في شوط المباراة الثاني مع فرحة جمهوره في شوط المباراة الثاني يظهر بشكل مغاير تماما ويقدم كرة مميزة. من هنا ياسين البخيت ينطلق أيضا من خلف المدافع سياف البيشي، الكرة العرضية جاءت أيضا خلف نايف القاضي، وهدف أول لصالح الفيصلي، هدف أول للفيصلي، هدف بين قدمين وليد عبد الله، بدر الخراشي وياسين البخيت صانع الهدف ومسجل الهدف في هذه الفرحة.